استكمالا للاجواء السعيده اللي احنا فيها، انتقلنا الى مطبخ عبورلان مع الشيف منى بدر. ويسو قلبي ايوه، وهاكل بقى، هناكل بقى، هناكل بقى، عملنا غذاء الروح، نعمل غذاء الباطن. بيقولوا لكم هناكل. فادي وعزه مع مكرونه صيامي. مكرونه صيامي هناكل برضه، عشان ما بقاش قصرت في حقه. هناكل برضه، عشان ما بقاش قصرت في حقه. انا النهارده عامل له باستا ريد صوص بالجمبري. بايه؟ بالجبنه الموتزاريلا الصيامي. انا بقالي اسبوع بدور عليها وخليت حد من اخواننا الاخوات. ده فادي مهم في حياتنا. جابها لي. تتصوري؟ تتصوري؟ صح، يا الساعه 9 الصبح عشانك، عشان اجيبها. فيعني تمام. المكونات ايه؟ وانت طيب يا فادي. المقادير بتاعتنا ايه؟ جمبري، جمبري الحجم اللي احنا عاوزينه زي ما طبعا يعني مش بقشره. والباستا اللي انتوا عايزينها، انا قلت طبعا جمبري يبقى قواقع، يبقى شكلها لذيذ. دي طماطم بيوري يعتبر. يعني اللي هي مضروبه طازه يعني. بالظبط. بس مضروبه في الخلاط يعني. مش مسلوقه، اقدر بقى في الخلاط ومصفياها بس بشويه ميه صغيرين قوي. أوكي. علشان تبقى برده تقيله. بتقشريها ولا ما بتقشريهاش يا منى؟ لا، تتضرب في الخلاط بقشرها وتتصفى. اوكي. او تقشريها، دي حاجه ثانيه. اوكي. ودي طبعا دي بقى الطماطم بيوري اللي هي ما يعتبرش الصلصه بس يعتبر شويه. دي الجبنه الموتزاريلا اهي يا جماعه، دي جبنه موتزاريلا صيامي، دي بنجيبها من الكنيسه او من الدير. بتبقى عباره، عشان برده الناس اللي مش عارفه، هي عباره عن لبن ذره ولبن صويا. هتعقدك تعقيد يا فادي. كنت عارفها دي يا فادي ولا كنت عارفها دي؟ عارفها. لا 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 لا، ما دام قلت طبعا طبعا مش عارفها، مش واضح ولا عارف هيجيبها منين. هو لو ما ادهليش انا بكره مش هعمل له حاجه حلوه. صح يعني. صح. والمطه اللي فيها طبعا دي الجيلاتين نباتي مش حيواني، عشان نبقى مطمنين. الفلفل ده اختياري، فلفل الوان وفلفل حامي. طبعا البصل، الثوم، ده كمون وده زعتر، والزيت والملح والفلفل بتاعنا وبس. يلا بينا، مش اكتر من كده. هنبدا على طول، هنبدا في الحاجتين ورا مع بعض علشان ننجز وقتنا. هنعمل هنا اول حاجه الصوص، نحط شويه زيت. انا طبعا مسخنه الطاسه، والمكرونه اوريدي مسلوقه. طبعا مسلوقه، جمبري ني هيتعمل على طول، ما بياخدش وقت. ني بس فاكك. مش متلج يا جماعه، عشان هننزل. بيجيش لو اتحط في الطاسه سخنه. هو بصله مفرومه، وبرده البصله دي بس هو حجمه كمان اكبر شويه من اللي هو بيبقى جامد. البصله دي اختياري عشان تبقوا عارفين. غير ولا وسط في الحجم ده، بس مهم ما يكونش متلج عشان بيروح كاشش على طول، حابس الميه اللي جواه. انا مش مكتره زيت، بس يعني احنا الحمد لله مسموح لنا بالزيت فتمام. طبعا الباستا كانت عايزه سمنه او زبده، بس يلا بقى عشان خاطر فادي مش مشكله. لا ضحينا هنا، كانت عايزه بشاميل وكريمه. لا لا لا، بصي مش فادي بس، فادي وعزت وساندرا. يعني معانا كلهم يا جماعه على الغدا النهارده، الحبايب كلهم على الغدا النهارده. والله منورين. انا قلت احنا عازمينكم على الغدا على فكره. في حاجات البوتاجاز محتاجين. هو مش عارفه بس هو تمام خلاص، هي شغال. انا مش عارفه ليه هو عامل لنا كل حاجه بس بيغلس عادي. انا شغال. احنا مش عايزين البصله تحمر. اوكي. عايزينها تدبل. يا دوبك تدبل. بالظبط. هننزل عليها بالثوم، شويه ثوم. انا الثوم الثاني ده هحتاجه. بحب قوي ريحه البصل على الثوم. بيعملوا حاجه لطيفه. ايه؟ حتى لو الاكله طلعت وحشه، بس هو عمل لك في الاول سكسيه كده في البيت، فاهمه؟ ريحته كده عملت لك جو. انا ما بحبش بقى اكل الباستا بالبصل، بحبها بالثوم بس. حلوه قوي، بحبها بصراحه كده او كده. انا بحب الباستا بكل الانواع حضرتك. انا حيوان باستاوي. انت عارفه الباستا بالبصل بتديها طعم اورينتال كده شويه، لكن الايطاليان فعلا ما بتبقاش، نادرا ما يبقى فيها بصل، اغلبها بتوم. مع التونه. صح، البصل يبقى حلو مع التونه قوي. والبصل بيبقى حلو برضو المتقطع مربعات، بيبقى حلو قوي مع السوسيس والخضار والزيتون الترانشات وكده. البصل، التونه. طب انت جوعيني زياده، ما انا جعانه. التونه انا بعملها يعني ليه؟ لحد ما الاكل يخلص. عشان فادي ياكل تونه، انا بقطع عليها بصل وفلفل حامي او فلفل الوان، وبعصر عليها ليمون، وبحط معاها خيار مخلل صغير اللي هو القشه، بحط معاها زيتون، ما بحطش بقى ملح. وبحط معاها جزر مخلل. وسوري، ودوره حلو. وبصل مخلل. وكل بقى يا فادي.
كل ما تشبع. كل في بيتكم يعني، دي حاجة تعملها في البيت دي، تونة وجيب روح بقى يهتدي، هات تونة وذرة وتعالى على ما نخلص احنا أكل. على ما احنا نخلص أكل المكرونة هنا. أنا هنا يا ياسو حطيت التوم ده عشان أعمل الجمبري. أوكي. هننزل بالجمبري مع التوم، التوم عشان ما يتحرقش مننا، هننزل بالجمبري. لسه عشان حاجات كتير دلوقتي. مش هحط على الجمبري ملح. اوكي. ليه؟ نحط على الصلصة عندنا ملح. اوكي. هنحط كل حاجة عليها. هو البوتاجاز عمال يصفر، انت مش ملاحظة؟ تحب توريني كده؟ طيب خليك انت. ايه محطوط تايمر ولا ايه؟ معرفش. انا عاملاه وهو عمال يصفر مننا. هو ال حط علامة الاتش دي يعني هات، مش هيتفتح بسهولة، ده لازم يهدى شوية. خليه احنا شغالين. والله عملنا معايا، احنا عاملين عاملين بتاع دوت، عاملين نسخه يعني، مش هنزعل. أيوة أوكي. مش هنزعل اهو بتاع ده خلاص هيشتغل. هنبدا ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا. حلوه فكره انك بتحطي توميتو على توميتو بيز، بتدي اللون. ونختار اللي لونها فاتح. انا احب اكل فريش قوي. ونختار اللي لونها فاتح مش الصلصه الغامقه. اوكي. الفاتحه بتبقى احلى. هو خلي بالك الغمقان ده بيجي منين؟ من كتر المواد الحافظه. اوكي. لما بكون فاتحه تضمني ان هي الحمد لله كويسه. البوتاجاز هيعملها معانا على الاغلب. يعلق معانا صح؟ لا لا هات، مش راضي يفتح، مش هيفتح ابدا لما يبرد، لما علامه الاتش دي تروح. مش مشكله، خليه خليه، ولا هيفتح اي عين تاني؟ مش هيفتح ولا حاجه. طب ليه كده؟ انا بكره التاتش دول عشان كده. دي نوايا، نيته. شفتي؟ نيته. مفيش مشكلة، احنا هنتصرف وانا عاملة نسخة تانية. خلي مش مشكلة، نحط الملح بتاعنا. انا اوري الناس الطريقة، وهي اصلا ما بتاخدش برضو ايه خمس دقايق. انا بحط ملح كويس عشان انا مش هحط على على الجمبري خالص ولا على المكرونة. لا المكرونة هتنزل في الصلصة بقى خلاص. انت عارفة دايما الايطاليان باستا بيحطوا نص معلقة سكر على الصوص عشان تبرز الطعم. احنا هنا هنحط شوية كمون علشان نديها الطعم العربي بتاعنا الشرقي. لا هو البوتاجاز لما بيكتب الاتش دي اللي هو هات استحب، مش هيفتح ولا عين غير لما يبرد. مش هيفتح ولا عين. مش هيفتح. مش هيفتح. مش مهم. انا عارفه اصلي كويس. هو النوايا يا خاتي يا خاتي كويس قوي. النمونه معاها نسخه معموله اوريدي. انا هنا حطيت الصلصتين بتوعنا، الصوص العادي والطبيعي والصوص، وحطيت عليهم ملح والفلفل وشويه كمون وشويه زعتر. تمام؟ اوكي. ده بالنسبة لديت، مجرد ما هنحط كمان معاها شوية فلفل ألوان. مش هتقولينا لا. لا مش هتقولينا لا خالص. مجرد ما هيغلي ونحن نرحب بالفلفل الألوان في طبعًا. كل الأحوال. مجرد ما هيغلي معانا هنروح واخدين منه شوية على الجمبري اللي بالفلفل الحين. اوكي. يعني أنا عشمانة، أنا عشمانة في ربنا البوتاجاز اشتغل عشان بس أدوقكم بقى وتشوفوا الدنيا اخبارها ايه يعني في النوع ده كمان. كنت هعملها ليك انت صيام، هسيب لك الطاجن يا فادي. في امل في امل. استني في امل. استني اصبري اصبري عليا. اصبري عليا. ربنا كريم. العين اللي هتشتغل بقى معانا. ايوه هنحط عليها وخلاص. اوكي تمام. هي عايزه بس تتسبك. دي استحاله. اوكي فهفتح لك دي. معلش معلش معلش. اللي انا مستغربه يا ياسو ان احنا مثلجين والبوتاجاز انا رغم ان انا لابسه تقيل جدا اهو. فتحت لك العين اللي جوه هناك يا حبيبتي. خلاص كده تمام. هناكل يا فادي اهو. احمدك في يا امل. في امل في امل. الحمد لله خلاص. اوكي. هي جايه تقريبا دي مجرد مجرد ما هتتقل مننا هناخد شويه على الجمبري بتاعنا بعد ما ياخد. بس الجمبري طبعا احنا ما بنخليهوش كتير على النار علشان مع انه مش هيكش، النوع ده مش هيكش الحمد لله. فهتلاقيه بس ايه كده مجرد ما انه يستوي تمام احنا زي الفل. أوكي. هناخد بقى شويه من دول نحطهم هنا بعد ما تغلي علشان خاطر ياخد الطعم بتاعها. وبعد كده بجيب بقى بايركس. احنا هنعمله مش ليك يا فادي، ده مش ليك، ده لينا احنا. ده احنا هنحط بقى كده وناكل احنا من غير جبنه. أيوة. اوكي. يعني عامله لك طاجن، معقول احنا ما ناكلش احنا كمان؟ مع اننا هناكل الجبنه الصيامي برده، مش هنسيبها لك. هو شغال وزي الفل. هو شغال بس هتسخن. هتسخن هتسخن. انا مجهزه الاطباق على فكره. والله احنا ناكل بقى عشان نقهر فادي فرصه. شكرا يا استاذه ياسمين. عايزين نقول كل سنه وانتم طيبين لكل اصدقائنا وحبايبنا اللي معانا في الكرو بتاعنا. اجيب بقى مش عايزه انسى حد. فادي طبعا
عزة، أيوة، ساندرا، وجيه، من أشرف، مايكل، وأشرف كل وجيه. الناس اللي معانا الجميلة، لا عندنا كتير، عندنا اللي تعبينهم معانا، كل سنة وانتم طيبين ويا رب عيد سعيد عليكم. نعم، ما هو دي بقى المحبة، يعني أنا بقى حفظت أساميهم عشان بحبهم. شايف يا أستاذ أنت بتحبهم؟ في المنطقة. أوكي، أنا جاهزة يا منى. أنا جاهزة يا منى جامد. دي الجاهزة صح؟ ده المنظر بعد ما يخلص؟ آه، إحنا معاكي. ده المنظر بعد ما يخلص. أنا هنعمل بقى شوية دول لينا إحنا، إيه، مش ما نأكلش فادي منه. كفاية كده فادي. أنتِ بصي، أنتِ تشدي كده بالشوكة هتطلع معاكي كده. بصي طريقة قوي ولذيذة قوي. طبعًا أنتوا الصوت ده، إيه، أنا بتقطع من جوايا، الناس جوا. أيوه. هي ما خدتش 10 دقايق على فكرة. انت كملي الخطوات. انا معاك. كملي الخطوات ايه؟ انت مالكيش دعوه. هي ما كملتش 10 دقايق بس، مجرد جبنه تسيح لان كل حاجه عندنا مستويه. اوكي، طبقت كده يا لولا. نجرسكو بالجمبري. دي حاجه وعدي. يا وعدي. الجمبري مع الفلفل تجنن. فظيع يا منمن، ريحتها حلوه قوي فعلا. انا مستنيه ده بقى، هياخد شويه. أنا عايزة الباستا بصراحة، أهم عندي من الموتزاريلا بكتير. تفتكري أختك يعني؟ بقول لك أنا شخص أهو يا قلبي، يا شخص باستاوي. يا نهار أبيض يا أستاذة، أنا بتاع الباستا. أنت تأمريني يا أستاذة. سلامي آسفة، محدش بيدلعني زيك. شفتي؟ كده يا لولو؟ لا، أنت تدلعيني في الأصل، بس هي بتدلعني في السيرفيس. ندوقي يا منى وأنت بتعملي كده؟ دوقي حبيبتي، دوقي طبعًا. اهو بقى المكرونه بالجمبري اهي، دي هتجنن. والزعتر عامل واجب مع الزعتر، عامل واجب فعلا. الفلفل، كل الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي. وادي المكرونه بتاعتنا، هننزل بيها هنا في الوجبه بتاعتنا على الصلصه. هي دي موزاريلا عاديه ولا موزاريلا صيامي؟ صيامي. والله طعمها حلو زي الموزاريلا. طبعا هي اصلها، اصل هي كلها حاجات طبيعيه، زيت ذره يا ربي، لبن دوره واللبن صويا. مش قصدي، قصدي طعمها عادي زي. لا 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 خالص، مش هتلاقي فيها اي مشكله خالص، ما فيهاش اي طعم. لا لا خالص، لا خالص. وادي مكرونتنا تتقلب على النار شويه. في ناس اصلا مؤخرا ابتدى يبقى عندهم مشكله مع اللاكتوز بتاع اللبن، فممكن يبقى اللبن الصويا ده ولبن الذره مفيد بالنسبه لهم، يقلل لهم حاجات كتير. حاجات كتير بتبقى صيامي، بتساعد كمان للدايت والمرضى فعلا التعبانين في السكر والحاجات دي كلها. مؤخرا بقى في ناس كتير قوي بسمع عنهم اللي هم عندهم مشكله في اللاكتوز. يا نهار ابيض يا فادي على الريحه لو جيت شميتها. فادي بتتقطعوا جوه انت وعزه؟ بتتقطع. طب وطب وطب بقى لنا حلقات بناكل من غير وجيه واشرف اللي قاعدين معانا هنا دول، يعني هنعمل عاملين حسابكم. ايوه مش مصيبه طبخ. لا لا، في اكل يقضي الجميع. الليله ليلتكم النهارده. وبكره احنا بكره نعمل لهم ايه؟ بكره هعمل لهم كيكه شوكولا برضو صيامي. كيكه شوكولا صيامي؟ برافو. شفت؟ ده صيام ده لعبة عشان تبطل اكل بطاطس. وهتعجبكم بقى جدا. انا كده اول مره اعرف ان كده خلاص. تبقى هي شوكولاته مش بتدخلها لبن؟ لا لا، هنعملها بالكاكاو. هتعملها بالكاكاو. بالكاكاو. ما تحكيش يا ياسمين. بصي على فكره، انا بقى عندي مشكله، انت عارفه انت بتغديني، فانا بروح مش عايز اكل. حبيبتي والله العظيم يا لولو، انت دايما كده على طول. والله العظيم منى بجد طعمها تحفه. انا بتغدى وانا باكل بجد بقى، بتقطعوا جوه وبتاع يعني، بس يعني مش مهم. اهو اهو، انا عامله حسابهم مش نسيهم والله. شوف الانسان، شوف صديقك بقى، زميلك لما يبص لك في اكله. نطلع سلام بس يا جماعه. ميرسي جدا جدا يا منى. العفو يا منى، صحتين وهنا، كل سنه وانتم طيبين. حطي الجمبري بقى وانت هحط الجمبري طبعا. ميرسي جدا ليكي. وانت هتدخليها الفرن المفروض؟ لا طبعا، ده لو عايزين تعملوها بقى ايه بموتزاريلا اوكي دي، وتتاكل برضو كده يعني. طبعا مش هتقول لا. في الحالتين صيامي، في الحالتين شغالين صيامي. تسلم ايديكي يا منى، تسلم ايديكي. اهو منظر يجنن. كل سنه وانت، كل عام والطعم يجنن. كل عام وانت حبيبتي ومعايا يا رب دايما. يا رب يا رب، ومنمن كمان معانا يا رب. يا رب ان شاء الله يا رب، مع بعض ربنا ما يفرقنا ابدا. اللهم امين. ونشوفكم بكره وحلقه جديده واحنا الستات ان شاء الله.